تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. رحب اليوم بفريق العمل معايا في الإعداد الأستاذة نور نزال، وفي التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء، من خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وآراءكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، قبل لا نأخذ فقرة توعية بناخذ معاكم هذا الخبر عن الالتزام بالكمامة السبيل لمنع موجات ثانية لكورونا. أفادت دراسة بريطانية بأن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان قد يقلص الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن انتقال عدوى فيروس كورونا إلى مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق بانتشار الوباء. ويشير أيضا البحث الذي قام به علماء من جامعتي كامبريدج وغرينتش في المملكة المتحدة إلى أن إجراءات العزل وحدها لا تحول دون ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا الذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد. لكن الكمامات بما في ذلك حتى المصنوعة في المنزل يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كاف من الناس في الأماكن العامة. وقال أيضا ريتشارد ستوت الذي شارك في قيادة الدراسة في جامعة كامبريدج: تدعم تحليلاتنا ضرورة الالتزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات. وأضاف أيضا إن النتائج تشير إلى أن استخدام الكمامات على نطاق واسع مقرونا بالتباعد الاجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون وسيلة مقبولة للتعامل مع وباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية قبل فترة طويلة من توافر لقاح فعال. أما الآن مستمعين الأعزاء، وأيضا نذكركم بالاستفادة من خدمات هيئة الصحة بدبي، الخدمات المميزة مثل خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة دوائي، وأيضا خدمة واتساب، وجميع هاي الخدمات مستمعين الأعزاء بإمكانكم التواصل على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي على 800-342. وأيضا نذكركم بموضوع التبرع بالدم تحت عنوان قطرة الدم تنقذ حياة إنسان، وأيضا بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني على 803-42 وأخذ الموعد وأكثر تفاصيل عن موضوع التبرع بالدم على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، ناخذ فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التوعية مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عبير عبد الله، وموضوعنا بيكون عن السمنة عند الأطفال. فخلكم ويانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.
مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعين الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واستفساراتكم وأيضا اتصالاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وموضوعنا مستمعينا الأعزاء مع فقرة التوعية، السمنة عند الأطفال، مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عبير عبد الله. أستاذة عبير صباح الخير. صباح الخير. مرحبا أستاذة عبير، نسمع هلا. منك أكثر عن موضوع السمنة عند الأطفال. أيوة، مثل ما بتعرف عبد الله، السمنة عند الأطفال من مشاكل كتير شائعة هالأيام. نعم. زادت خاصة خلال فترة الحجر، بتقول الدراسات كتير ناس زادت عندها السمنة. هي مشكلة، بتسبب مشكلة للأطفال، لأنه هي بتؤدي لكتير مشاكل صحية. صحيح. أكثر الحالات الأطفال اللي عندهم سمنة عندهم احتمال أنه يعانوا من السمنة بسن أكبر، أعلى بكتير من الأطفال اللي ما عندهم سمنة. وأهم شيء أستاذ عبير، عفوا المقاطعة، يعني من أهم الأسباب اللي يصاب فيها الأطفال يعني موضوع زيادة الوزن والسمنة، يعني أحد الأسباب الأساسية اللي يصاب فيها الأطفال بالسكري. طبعا مثل ما ذكرتي، يعني صحيح، السمنة مضرة، وبالأخص خلال الفترة هاي. ونحن دائما نذكر يعني مستمعينا الأعزاء، لابد أن الأسرة أو الأم بالأخص تنتبه في موضوع يعني الرياضة بشكل مستمر للأطفال وعدم السهر، لأن كل هاي نتائج زيادة الوزن وكثرة الأكل والسكريات أيضا. تفضلي استاذ عبير. نعم، مثل ما تفضلت، هي مرتبطه بكثير امراض، السكري، ضغط الدم، الكوليسترول، كلها مرتبطه بالسمنه. الانسان اللي بيكون عنده سمنه بيكون اكثر بكثير عرضه للاصابه بهيك امراض. نعم. ومثل ما قلت، كثير مهم انه نغير اسلوب الحياه للاطفال. صحيح. يعني نقلل الوقت اللي بيقعدوا فيه قدام التلفزيون، الادوات، الالعاب الالكترونيه كثير اثرت، لانه الاطفال بيضلوا كل الوقت قاعدين. فكتير مهم انه يشاركوا الاهل اولادهم بالنشاط. الاولاد كتير بيقلدوا اهلهم، فاذا الاهل بيكونوا يعني بيعملوا قدامهم نشاط رياضي، الاولاد بيتشجعوا اكثر بكتير. وكمان طبيعه الاكل الموجوده بالبيت، يعني نحن لما بدنا نشجع الولد ياكل صحي، ما بدنا نكون موفرين في البيت خيارات غير صحيه. صحيح. لأن الطفل بس يشوف الخيارات الغير صحيه، الاشياء اللي فيها سكر عاده بيحبوها الاطفال اكثر، فبدنا نحاول هاي نتجنبها، نخفف الاكل الجنك فود او الاكل الفاست فود، لأنه غني بالسعرات، الدهون المتحولة والسكريات، فتكون هاي أشياء محدودة لأوقات معينة، مثلا مرة بالشهر أو مرتين بالشهر مش أكثر. ومثل ما قلت، خيارات في البيت تكون دايما خيارات صحية، نشجع الأولاد على أكل الخضار، أكل الفواكه. طبعا ما فينا نقول يعني بيوم وليلة، بس هي أسلوب حياة. لما الطفل يشوف دايما قدامه مثال وأسلوب حياة متكرر، صحيح، بيتعود عليه. نعم. فبدنا نكون دايما نحن نشجع الأطفال، نعطيهم مثال كيف يكون الأكل الصحي، كيف يكون النشاط البدني، نحدد لهم أوقات مثلا الألعاب الإلكترونية لوقت محدد باليوم، عشان يكون باقي اليوم أكثر عندهم نشاط رياضي. بدنا نشجعهم كمان يعني على تكون مثلا وجبات منتظمة، انتظام بالنوم كتير بيساعد. في كتير دراسات بيقول الأطفال ما بياخدوا كفايتهم من النوم بيكونوا أكثر عرضة للسمنة من الأطفال اللي بيناموا منيح. يكون في عندهم نظام معين يومي، وجبات معينة، ما بقول بالدقيقة أو الثانية، بس تكون وجبات محددة، يعني فطور، غدا، عشاء، وجبات خفيفة صحية فينا نعملها أوقات بأشكال لطيفة، بتشجع الأطفال مثلا الخضار أو الفواكه تتقطع بأشكال لطيفة، بنشجع الأطفال أنه يتناولوها. صحيح. أيضا أستاذ عبير، أنتوا تكلمتوا في أكثر من مرة الحقيقة بخصوص موضوع الوجبات، بالأخص الوجبات السريعة اللي كثير من الأوقات تكون يعني فيها نسبة الزيوت ونسبة السكريات يعني، ولكن الثقافة مهمة، يعني ثقافة الأسرة، ثقافة الأم والأب، حتى إذا مثلا رغب الطفل بأن يعني يأخذ وجبة من الوجبات السريعة، لابد أن يكون أيضا هناك يعني تحتوي الوجبة إلى بعض الأمور الصحية. يعني مثلا في مطاعم اللي تبيع الأكلات السريعة، موجودة يعني موجود عصير البرتقال بدل المشروب
المشروبات الغازية اللي فيها سكريات، موجود السلطة مثلا، السندويتش المفروض يكون حجمها الصغير يعني تكون الأبر سايز. فهاي كلها ثقافة يعني من الأسرة، ويتعلم مثل ما أنت تفضلتي الطفل يتعلم من البيت، يتعلم من ثقافة البيت، من الأم من الأب، إنه كيف يعني كيف يستفيد من الوجبات هاي أو الأكل اللي هو يرغب فيها، ولكن في الكميات يعني البورشن اللي تناسب الطفل. صحيح، هن الأطفال كمان مثلا ممكن ما يتقبلوا الأكل الصحي بسرعة، بس الطفل عنده قدرة على التأقلم والتعود لما بيشوفوا بتكرار، يعني فرجيه السلطة يوميا، العصير يوميا، تحط دايما فواكه. نعم. مرة على مرة بصير بيتعود، لو بياخد أول مرة شوي كل مرة بصير بيتحسن عاداته الغذائية، ودايما مثل ما قلنا تكون متوفرة بأوقات محددة بس هاي الوجبات اللي مش صحية. صحيح، يعني ما نخليها قدام البيت يكون فيه تشيبس وشوكليت كل الوقت، طبعا حياكلها، فبدنا نكون هاي الأشياء محدودة كتير. نعم. ومثل ما قلنا أهم شيء ممارسة النشاط الرياضي، بعرف هلأ شوية صعب بهالظروف. نعم. صحيح. بس عادي ممكن بالبيت على الفيديو على الانترنت نحط لهم فيديو نشاط رياضي يعملوه، وبالمشاركة مشاركة الأهل بيتشجعوا أكثر بكتير الأطفال إنه يعملوا النشاط الرياضي. صحيح. أستاذ عبير عبد الله، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، نحن أيضا الحقيقة يعني نضم صوتنا معك، وأيضا دائما ننصح الأسرة وبالأخص الأم والأب بيعني الاهتمام بالأطفال، وأيضا يعني عدم ترك بعض الأكلات اللي هي يعني ممكن تؤدي إلى السمنة أمام الأطفال، وأيضا دائما إعطائهم يعني مثلا برنامج متكامل كبرنامج يعني ثقافي ورياضي أيضا في البيت، ونشاط على أساس أن دائما الطفل يكون وزنه في المعدلات الطبيعية. شكرا أستاذ عبير عبد الله، شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء، الحديث عن إطلاق التراخيص الإلكترونية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمة الترخيص الإلكتروني للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وأيضا للمزيد عن هاي المعلومات بنستضيف اليوم عبر الهاتف الأستاذة عايشة المعمري، رئيس قسم تراخيص المهنيين في إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة عايشة صباح الخير. الله، وأحيي المستمعين الكرام. تسمعوني؟ هي نعم أستاذة فاطمة، تفضلي. أستاذة عاشة، هلا، تفضل. طبعا بداية حابة أعطي نبضة عن هالخدمة. نعم. هي متماشية حاليا مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وبناء على المتعاملين قامت الهيئة بإطلاق خدمة التراخيص الإلكترونية الإي-لايسنسيز للمهنيين الصحيين في إمارة دبي. طبعا هاي تم اطلاقها المبادره في تاريخ 28 مايو 2020 كخدمه ذكيه وبديله عن اصدار بطاقات التراخيص المطبوعه. صحيح. طبعا يتم اصدار هذه الرخصه الالكترونيه من خلال خدمتين، اللي هي خدمه اصدار تراخيص جديده او طلب تجديد ترخيص. نعم. استاذه عائشه، ايضا ما هي مميزات هذه الخدمه؟ طبعا مميزات هذه الخدمة، أول شيء إنها مبادرة ذكية، من خلال هاي الخدمة تم الأتمتة الكلية لخدمة التراخيص المهنية، وفرت الوقت على العميل أو المهني الصحي. طبعا كانت الفترة المطلوبة 5 أيام تحولت إلى خدمة فورية، وفرت التكلفة بعض المهنيين في حال فقدان الترخيص، تمكن حاليا أن يحصل على نسخة الترخيص خلال السنة في أي وقت من خلال حسابه. من أهم أيضا مميزات هذه الخدمة أن تمكن المهني أو أي جهة أخرى للتأكد من صحة بيانات الرخصة المهنية اللي قدمها المهني لهذه الجهة من خلال الرابط المذكور في الرخصة الصادرة. صحيح. طبعا مثل ما تفضلتي استاذ عايش المعمري، ان يعني الامور هاي تسهل، يعني تسهل الاجراءات وتسهل ايضا الخطوات على المتعاملين. كيف تخبرينا عن موضوع يعني كيف يتم او يمكن التقديم للحصول على الترخيص الالكتروني استاذ عايش؟ طبعا هالخدمه متوفره عن طريق النظام الالكتروني للتراخيص الصحيه شريان، المتوفر على موقع هيئه الصحه بدبي. نعم. وأيضا لو نتحدث معك أستاذ عايشة المعمري على عدد العاملين الصحيين المرخصين في إمارة دبي.
حاليا العدد المهنيين الصحيين المرخصين في كلا القطاعين، القطاع الخاص والحكومي، 39,488، يشمل فئات الأطباء، أطباء الأسنان، الممرضين، المهن المساندة والطب التكميلي. نعم طبعا. أيضا أنوه أن تم ترخيص حوالي تقريبا 2400 مهني صحي من بداية العام حتى الآن. صحيح. وأيضا أكيد أستاذة فاطمة هناك يعني شروط، وهناك أيضا معايير أنتوا اشتغلتوا فيها أو عليها لأيضا يعني ترخيص المهنيين. ما هي شروط الحصول على التراخيص المهنية؟ يتطلب من المهني أول شيء استيفاء متطلبات الترخيص المهني المعتمدة لدى دليل تراخيص المهنيين الصحيين الموحد على مستوى الدولة، ثم التدقيق على صحة المستندات المقدمة من قبله، واجتياز اختبار الهيئة المطلوب. يمكن طبعا للمهني الاطلاع على هذه الشروط والتأكد من استيفائها عن طريق خدمة التقييم الذاتي. هاي الخدمة متوفرة على موقع الهيئة، وهي خدمة مجانية يتم من خلالها الرد على بعض الأسئلة والحصول على نتيجة فورية للمسمى المهني. صحيح. أستاذة فاطمة، يعني كلمة أخيرة تحبين توجهينها عن موضوع إطلاق التراخيص الإلكترونية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكيف الاستفادة من هذا أيضا هاي المبادرة؟ طبعا أول شيء هالمبادرة كانت تهدف لإسعاد المتعاملين مع هيئة الصحة، وهدفنا دائما باستمرار الاستماع وتطوير الخدمات، وإذا في أي استفسارات مثلا إحنا نستقبلها ونعمل عليها ونحط الاستراتيجية وبناء عليها نطبقها وننفذها على النظام الإلكتروني شريان. إن شاء الله بيكون في مزيد من الخدمات وبيتم الإعلان عنها إن شاء الله في الأوقات اللي بتسمح لنا فيها. نعم. الأستاذ عائشة المعمري، أي المعمري، رئيس قسم تراخيص المهنيين في إدارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا جزيلا. الله يسلمكم ما تقصر. شكرا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل حديثنا عن الوقاية من ضربة الشمس مع الأستاذة أمينة مال الله غانم، أخصائي تثقيف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، والمزيد عن المعلومات، ولكن بعد الفاصل. خلكم مستمعينا الأعزاء معنا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية لبرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعين الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم وأيضا اتصالاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكركم بالاستفادة من خدمات هيئة الصحة بدبي المميزة والذكية، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا مبادرة دوائي، وخدمة الواتساب على الأرقام، الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي، بإمكانكم الاتصال على الرقم 800342 والاستفادة من جميع هاي الخدمات المميزة. وأيضا مستمعين الأعزاء، أذكركم بموضوع التبرع بالدم تحت عنوان قطرة دم تنقذ حياة إنسان، وأيضا على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي، بإمكانكم الاتصال وأخذ الموعد للتبرع بالدم على الرقم 800342. وعن موضوع الوقاية من ضربة الشمس، مستمعين الأعزاء، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة تصبح ضربات الشمس أكثر شيوعا. معنا على الهاتف الأستاذة أمينة مال الله غانم، أخصائي تثقيف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، الذي تشاركنا اليوم بعض النصائح حول حماية أنفسنا من ضربات الشمس. أستاذة أمينة صباح الخير. معينا الكرام في هاي الفقرة عن ضربات الشمس. مرحبا أستاذة أمينة، صبحك الله بالخير والنور والعافية. مرحبا أخويا. الله يحييك. طبعا مع استمرار طبعا أستاذة أمينة ارتفاع درجات الحرارة، وتصبح هاي موضوع ضربات الشمس من الأمور الأكثر شيوعا، حابين نسمع منك أكثر عن يعني تعريف ضربة الشمس. ما هي ضربة الشمس؟
ضربة الشمس أو ضربة الحر هي الحالة اللي يصبح فيها الجسم حار جدا ويبدأ يفقد الكثير من الماء والأملاح من خلال التعرق. طبعا في نحن عندنا فرق بين الشيء اسمه الإنهاك الحراري وضربة الشمس. حابين نعرف الحقيقة يعني بين الاثنين أستاذ أمينة. نعم، الإنهاك الحراري هي المرحلة الأولى اللي تسبق مثل ما نقول ضربة الشمس أو ضربة الحر، اللي هي مثل ما قلنا يفقد الجسم العديد من والكثير من السوائل والماء والأملاح. إذا تطورت الحالة ما تلاحقوا عليها وما حصل العلاج في الوقت المناسب، ممكن تتطور الحالة إلى ضربة الشمس، وهي الحالة اللي أشد. يعني ضربة الشمس عادة تكون أقل شيوعا مثل ما يقولون من الإنهاك الحراري، ولكن يكون فيها الجسم يفقد يكون الجسم يتعرض فيها لدرجة جدا كبيرة من المضاعفات الخطيرة اللي قد تتلف الدماغ أو القلب أو الكلى، وقد تؤدي أحيانا إلى الشلل أو الوفاة لا قدر الله في حالة عدم حصول المريض على الإسعافات الأولية أو العلاج في الوقت المناسب. فإذا ضربة الشمس هي المرحلة الثانية من الإنهاك الحراري مثل ما نقول. وهل يعني أستاذة أمينة بخصوص موضوع يعني عن موضوع أعراض ضربة الشمس وأعراض الإنهاك الحراري، هل هناك في يعني تقارب بين الأعراض ولا أعراض مختلفة للاثنين؟ لا، هو في تقارب أو في تشابه في بعض الأعراض مع بعض الاختلافات البسيطة. يعني الإنهاك الحراري يكون فيها التعرق الشديد، طبعا ارتفاع درجة الحرارة يكون في الاثنين، الضعف الشديد والتعب العام، الدوخة، الغثيان، الشحوب أو إحمرار الجلد، التشنجات العضلية، والتنفس السريع، هاي كلها تكون في الإنهاك الحراري. في عملية ضربة الشمس تبتدي أن درجة الحرارة تكون أعلى بكثير، يعني أكثر من 39 درجة، يبدأ الجسم يكون ساخن وجفاف، يكون فيها هلوسة، الشخص يحس يكون يهلوس أحيانا، قشعريرة وبرد، صداع، خفقان في القلب. فالأعراض اللي مختلفة هي الخفقان القلب والقشعريرة والهلوسة اللي هي درجة أعلى من مجرد تعرق أو دوخة بسيطة. نعم. وهل موضوع مثل ما تفضلتي أنت في البداية أستاذة أمينة بخصوص موضوع التدخل، يعني التدخل السريع في الحالة، هل في الحالتين سواء الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس التدخل السريع يعني يساعد المريض على الإسعافات الأولية؟ أكيد 100%. في أي مشكلة صحية نقول التشخيص المبكر أو الحصول على الإسعافات الأولية أو العلاج المبكر يساعد بشكل وايد كبير في الحد من المضاعفات. نفس الطريقة بالنسبة للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، طبعا أول ما يبتدي الشخص يحس بالأعراض هذه لازم بمساعدة الآخرين يبتعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، اللجوء إلى مكان بارد، إلى الظل مثلا، أو وجود مكان مكيف يكون أفضل، شرب الكثير من السوائل، الاستحمام بالماء البارد. هاي بالنسبة للإجهاد الحراري. إذا كان في ضربة شمس طبعا يفضل نفس الشيء في المرحلة الأولى، نقل الشخص إلى المكان بارد ومظلل، تبريد الجسم برشة بالماء البارد، تبديل الملابس بالماء، تهوية الجسم من خلال خلع الملابس الخارجية. طبعا أهم نقطة الاتصال على الطوارئ أو الذهاب لأقرب مركز صحي. صحيح. أستاذ أمين، لو يعني نتحدث عن موضوع الفئة، يعني فئة الأطفال أو فئة الكبار أو حتى يعني المراهقين، هل هناك في يعني أكثر فئة ممكن أن تتعرض لضربة الشمس أو حتى لو نتكلم عن الإنهاك الحراري؟ صحيح، أكيد أن في فئات دائما تكون أكثر عرضة لبعض المشاكل الصحية. نرجع نقول طبعا ضربات الشمس أو الإنهاك الحراري كبار السن، وغالبا اللي يعانون من أمراض القلب أو أمراض الرئة الكلى، أو اللي يتناولون أدوية تجعلهم عرضة للجفاف، فهذين معرضين طبعا لضربات الشمس أو الضربات الحرارية. الرياضيين أيضا قد يكونون معرضين لهالمشاكل الصحية، والأفراد اللي يعملون في الوظائف الميدانية أو اللي يتعرضون جسديا لأشعة الشمس المباشرة. ومن الفئات طبعا الرضع والأطفال، خاصة في حالة تركهم في السيارة لمدة طويلة، أو مثل المشاكل اللي تحصل في بعض الأحيان نسيانهم في السيارة، فهذه معرضين لضربات الحرارة بشكل وايد كبير. صحيح. أيضا أستاذة أمينة، مثل ما تعرفين بأن الفترة الحالية طبعا كثير من الناس
يعني تلجأ للذهاب إلى البحر، الشواطئ، أو حتى المسابح. فشو تنصحين الأهل أستاذة أمينة بخصوص يعني حماية الأطفال من سواء يعني الإنهاك الحراري أو حتى ضربة الشمس؟ طبعا الوقاية قبل كل شيء، فحتى الإنسان إذا بيطلع مكان أو بيستمتع في وقته أو اللي مضطر يتعرض للشمس لأشعة الشمس المباشرة مثل ما تفضلت مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة، أفضل شيء طبعا يفضل ما يتعرض لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 11 الصبح خلينا نقول إلى الساعة 3 المساء. إذا كان مضطر للتعرض لأشعة الشمس يحاول أنه يمشي في الظل، ارتداء القبعات بالنسبة للأطفال مثلا أو استخدام كريم الشمس والواقي من الشمس مهم جدا سواء للأطفال أو للكبار، لأي شخص يتعرض في هاي الفترة لأشعة الشمس. ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة طبعا مهم جدا، وأهم من كل شيء الاكثار من شرب السوائل، تجنب إفراط أو كثرة شرب المشروبات الساخنة أو المشروبات اللي تحتوي على الكافيين، والاستحمام طبعا بالماء البارد. كل هاي الأمور تساعد في الوقاية من التعرض للإنهاك الحراري. صحيح. أيضا أستاذ أمين أذكر مستمعينا الأعزاء عن الأوقات، يعني لو نتكلم عن التوقيت المناسب سواء يعني الذهاب إلى الشواطئ أو يعني المسابح، هل هناك أوقات معينة هي الأفضل؟ وهل هناك في بعض الأوقات اللي يعني مش يعني المفروض أن الشخص ما يسير لها، لأن ممكن تكون ساعات فيها يعني مستوى الشمس أو حتى درجات الحرارة تكون عالية؟ صحيح، مثل ما ذكرت لك قبل شوي، عندهم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة من الساعة 11 إلى الساعة 3 المساء، مثل ما تفضلت أن أشعة الشمس تكون حادة عمودية وترتفع فيها درجات الحرارة لأقصى حد، فبالتالي يفضل أن ما نتعرض للشمس أو ما نخرج في هاي الأوقات. صحيح. كيف يمكن الوقاية من ضربة الشمس أستاذة أمينة؟ التغذية الصحية، شرب الأكثر من شرب الماء، أكثر من الأكل، الخضروات والفواكه كونها تحتوي على 90% منها من السوائل، الممارسات الصحية، واللبس مثل ما قلت قبل شوية، لبس الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة. طبعا اللي يمارسون الرياضة يفضل أيضا تجنب ممارسة الرياضة الشديدة تحت أشعة الشمس، ويختارون الأوقات اللي تكون أنسب ويفضل يكون في الظل. صحيح. نحن نلاحظ أستاذة أمينة يعني في بعض الأوقات، وهي منتشرة يعني كثير، أن يعني بعض الناس تأخذ يعني معها أثناء الذهاب إلى الشواطئ مشروبات غازية، وكثير أيضا يعني يأخذون معهم بعض مشروبات الطاقة. فشو نصيحتك لهاي الفئة اللي يعني تكثر من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؟ المشروبات الغازية أخوي عبدالله ومشروبات الطاقة هي في كل الأوقات ضارة بالصحة، كونها تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين ونسبة كبيرة من السكريات، وخاصة في أوقات الحر أو أوقات الظهيرة، فهذا أكثر يعرض الجسم للجفاف، بالتالي مثل ما سبق وذكرت لك يفضل نشرب العصائر الطازجة، يفضل تكون طازجة مش شراب اللي يحتوي على نسبة من السكر، العصائر الطازجة واللي خالية من السكر، نكثر من شرب الماء يفضل، ونقلل من المشروبات الطاقة والمشروبات اللي تحتوي على الكافيين والسكريات، كونها نرجع نقول ونذكر أن تعرض الجسم أصلا للجفاف، وانت مع مجرد تعرضك لأشعة الشمس هذا والتعرق يعرضك للجفاف أكثر وبالتالي الانهاك الحراري. صحيح. أستاذة أمينة لو نتحدث معاك عن الإسعافات الأولية يعني سواء في كل الحالات ضربة الشمس أو حتى الانهاك الحراري. نعم. الإسعافات الأولية تعتمد مثل ما سبق ذكرت لك، اللجوء إلى مكان بارد، مكان في مكيف، إعطاء المريض كمية من السوائل أو شرب الماء البارد، رش الجسم بالماء البارد وتبليل ملابسه، وإذا كانت الحالة شديدة يفضل خلع الملابس الخارجية. نعم. فأهم نقطة هي عملية تبريد الجسم. صحيح، في كل الحالتين يعني سواء ضربة الشمس. نعم بالضبط، في كل الحالتين نفس الإجراءات الأولية. في حالة ضربة الشمس طبعا بما أن الحالة أشد يفضل دائما الاتصال على الطوارئ مع أخذ الإسعافات الأولية اللي هي نقل المصاب إلى الظل وتبريد الجسم وخلع الملابس الخارجية.
صحيح. أستاذ أمينة، كلمة أخيرة، نصيحة بخصوص موضوع الوقاية من ضربة الشمس، ومثل ما تعرفين الفترة هاي يعني بشكل مستمر في ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا يعني الناس الحقيقة يعني تحب أن تستغل الوقت وتذهب إلى الشواطئ أو حتى المسابح. صحيح، احنا نعرف ان احنا مقبلين على فترة صيف وحر، لابد الإنسان يحتاج إلى أن يطلع ويغير جو ويتخذ بعض الإجراءات اللي يستمتع فيها هو وعياله، لكن هذا ما يمنع أنه دائما ناخذ الإجراءات الاحترازية مثل ما يقولون أو الإجراءات الوقائية. فبالتالي أنا أستمتع في وقتي على أساس أحصل على أقصى قدر من الاستمتاع، أخذ كل الإجراءات اللي تساعدني في هالشيء من خلال الأكل، من خلال اللبس، من خلال الوقت المناسب اللي أختاره، وأتمنى السعادة والاستمتاع للجميع. نعم، الأستاذ أمينة مال الله غانم، أخصائي تثقيف صحي في قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا أخوي، يعطيكم العافية. شكرا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرناكم بخصوص موضوع الخدمات المميزة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا الاستفادة من خدمة دوائي، بإمكانكم أيضا يعني الاستفادة من هاي الخدمة بالاتصال على الرقم الموحد والمجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42. ودائما نذكركم مستمعينا الأعزاء بموضوع التبرع بالدم تحت عنوان قطرة دم تنقذ حياة إنسان، أيضا بإمكانكم التواصل على الرقم 800-342 وأخذ الموعد للتبرع بالدم. مستمعين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم أيضا مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أيضا أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. وأخيرا أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، وأيضا في التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.